عشر كطقس فرجاوي يعتبر من المظاهر الأساسية في الثقافة الأمازيغية، خصوصا المظاهر التي تؤسس للتعايش بين الأفراد وكذلك المجتمع، وتعبر أصلا عن أصالة هذه الثقافة منذ العصور القديمة، خصوصا تاريخ شمال إفريقيا. إذن كفرجة نستطيع أن نقول بظاهرها، وهو مثلا كمادة تاريخية الأشخاص والفضاء والفرجة عموما. إذن هذا الطقس نستهله خصوصا في هذه المناطق، مناطق سوس، وأولا نسميه إمعشار أو إسوابن حسب المناطق. إذن كمنطقة مشهورة بسوس تسمى إسوابن، وإمعشار كدلالة تعبر عن مظاهر هذا الشعب منذ القدم. بالنسبة لي هذا الطقس له دلالة تاريخية، وهذه الدلالة من مميزات الثقافة الأمازيغية ككل. إذن نجدها مترسخة عبر التاريخ. عبد العزيز، أستاذ باحث في كلية أكادير شعبة التاريخ، مسرور جدا بالمساهمة في هذا الملتقى الرائع جدا اللي كتنظمو جمعية كرنفال إمعشار بأكلو على أمطار قليلة من دار سيدي موسى هنا بأكلو. المناسبة هو حفلات أو احتفالات إمعشار، هذه الممارسة الثقافية العريقة جدا والممتدة في تاريخ المغرب أفقيا وعموديا، واللي في الحقيقة ثقافة أو احتفالات اللي كتنتشر في مختلف ربوع بلدان شمال إفريقيا. ونحن هنا بصدد المسألة ديال البحث الأكاديمي وربطه بهذا الطقس الفرجوي من أجل تبيان بعض العناصر وبعض القيم اللي كيحملها الطقس الفرجوي في أفق إعداد تصورات وإعداد ملفات علمية وتقنية من أجل المطالبة بتصنيف تراث إمعشار كتراث وطني في أفق تصنيفه كتراث عالمي لكل إنسانية. شكرا جزيلا.